بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابنائي طلبه الصفات الصف الخامس الابتدائي نكمل مع بعض ان شاء الله الوحده السابعه أه ليسونز 5 اند 6 هنا ليسن اند ريبيت مع مجموعه من الكلمات الاساسيه أه بلوجينج بلوجينج لو تدوين في مدونه ان homes هومز منازل غير عاديه unusual homes هومز فارم هاوس بيت ريفي فارم هاوس ecological friendly صديق للبيئة ecological friendly local people السكان المحليين local people landscape منظر طبيعي اسمه landscape معنا extra vocabulary topic اللي هو موضوع topic architect مهندس معماري architect air الهواء air living things الكائنات الحية living things fields الحقول فيلدز انرجي الله الطاقه انرجي نيذرلاندز هولندا نيذرلاندز اكشوالي فعليا اكشوالي اوسم اوسم رائع اوسم اونلاين بلوج مدونه عبر الانترنت اونلاين بلوج ابسايد داون معناها راسا على عقب ابسايد داون انفيرومنت بيئه اسمها انفيرومنت في هنا بعد كده جايب لي مجموعه من الصفات الايجابيه ومجموعه من الصفات السلبيه صفات ايجابيه يعني تحس على الايجاب وتبقى تحس على السعاده زي مثلا فاني فاني انتريستينج انتريستينج بريليانت جذاب او رائع بريليانت كول cool, لطيف كول cool, فريندلي ودود فريندلي اوسم awesome, رائع اما الصفات اللي هي النيجاتيف ادجكتيفز اللي هي الصفات السلبيه زي اوفل سيء اوفل بورينج ممل انوينج مزعج يبقى يعني انا عندي بوزيتيف ادجكتيف ونيجاتيف ادجكتيف بعد كده جايب لي كلمة الافعال تصريف الافعال وفي عندي قلنا نوعين من الافعال في ريجولار فيربس اند ريجولار فيربس ريجولار فيربس تشينج دي بنحط لها دي او اي دي Work, worked, use, used, heat, heated, plug, blocked, blocked أما عندنا الأفعال ال irregular verbs اللي احنا بنغير منها write, wrote, take, took find, found, think, thought. دي بنسميها أفعال irregular verbs. Important expressions and the propositions write about يكتب عن make energy يولد طاقة interesting for مثير لي at the top في القمة uh, fit fit in كلمة fit in معناها يتلائم مع أو يتماشى مع related to متعلق ب study these definitions عندنا the word الكلمة and definition والتعريف blogging معناها ايه blogging معناها to write about something in an online blog كلمة blogging معناها to write about something in an online blog ecological related to living things ان هي حاجة متعلقة بالكائنات الحية and their environment والبيئات بتاعتهم هنا مجموعة main points مجموعة الافكار main points of listening and reading the text هو القطعة التي تسمع أو تقرأ ليها عن داليدا دليدة likes blogging about different things دليدة بتحب إن هي تدور على أشياء مختلفة دليدة is writing about unusual homes تكتب عن منازل غير عادية دليدة's mom mom داليدا is an architect مهندسة معمارية دليدة found unusual house in the Netherlands it's upside, upside down. ان دليل وجدت منزل غير عادي في هولندا المنزل ده ابسايد داونز يعني بالمقلوب مجموعه من الاسئله she likes نقاط about cooking يبقى she likes like قلنا بيجي بعدها الفعل في اي ان جي كله في ING لكن بلاينج اللعبه about cooking ولا بلوكينج ولا growing ولا درينكينج طبعا شير لايكس بتحب تكتب مدونة إلكترونية عبر الإنترنت يبقى بلوجينج أباوت كوكينج نمبر 2 مينز ريليتينج ريليتد تو ليفينج ثينجز أند ذير إنفيرومنتس حاجة متعلقة بالكائنات الحية والبيئات بتاعتها طبعا لسه هنا دلوقتي اللي هي إيكولوجيكال يبقى إيكولوجيكال معناها بيئي متعلق بالكائنات الحية والبيئات المختلفة. They live in a very nice تي هل هو هم بيعيشوا في very nice تي ولا كلاود تي يعني شجرة كلاود سحابة فارم هاوس منزل ااا آه كروي ولا ستار نجمة uh, طبعا فارم هاوس اللي هو المنزل الكروي أو البيت الريفي اللي هو بيبقى موجود في الريف يبقى زي live in a very nice farm house. I visited some nice places with my family. It's really cool. طالما عنده كول cool يبقى حاجة لطيفة حاجة جميلة أنا جايب لي أوفل معناها سيء بورينج ممل بات سيء بريليانت اللي هو جذاب أو رائع هيبقى طبعا I visit some brilliant places with my family طالما قال لي إن هو كول cool يبقى دوت بريليانت Look, read and learn. كلام على دليلة. داليدا الكلام ده طبعا دي بلوج امتى كان داي 8 نوفمبر يوم الاربعاء الثامن من نوفمبر unusual homes للمنازل غير الايه غير المعتادة بتقول هاي ماي نيم از داليدا انا اسمي داليدا and I like blogging about different things وحب التدوين عن اشياء مختلفة this week في هذا الاسبوع I am writing about unusual homes الاسبوع ده انا هكتب عن المنازل غير العاديه this topic is very interesting هذا الموضوع ممتع للغايه for me من اجلي because my mom's an architect لان ماما تعمل كمهندسه so she sometimes takes me to see some brilliant places عشان كده هي بتاخدني لرؤيه الاماكن المذهله it's really awesome انه حقا شيء مذهل بتقول بعدها I found this unusual house. أنا رأيت هذا المنزل غير المعتاد in the Netherlands online على الإنترنت. It's upside down بالمقلوب يعني هو معمول بالمقلوب رأسا على عقب يعني السقف ممكن تلاقيه تحت بالمشقلب كده. Which people are changing to make it modern. said it's actually an old farmhouse. ده كان منزل آه ريفي قديم which people are changing to make it modern الناس بقت تغير فيه لتجعله بيت حديث this works very well because all the windows are at the top هو طبعا البيت ده كويس لان كل الشبابيك بتبقى في قمة المنزل في قمة المنزل ده معناها ان الشمس دايما عليه ودايما مضيء So you get a lot of light. عشان كده انت بتاخد ضوء كتير جدا. Local people اللي هم الناس العاديين like it. فاقولك لك السكان المحليين بيحبوا هذا المكان. يبقى local people like it because it fits in very well. لانه طبعا هو كويس جدا with a local landscape المناظر الطبيعيه which is farmers and fields هناك الحقول والأماكن الزراعية it is also very ecological هو محب للبيئة because they use air استخدموا الهواء water and sun to heat uh, to heat uh, and make energy for the house يبقى هما بيستخدموا الهواء والمية والشمس عشان يجيبهم الطاقة that's so cool what do you think of it ايه رأيك في هذا المنزل؟ Do like it. هل انت حبيت المنزل الريفي ده؟ general exercises on ليسون 5 and 6 السؤال الأول listen and write T true or F false استمع واكتب T true ولا F false خطأ طبعا ده استماع يعني لازم تسمع الأول للاستماع نقوله مع بعض all around the world people live in different types of homes many people live in apartment buildings in spain في اسبانيا many people live in villages uh, villages اللي uh, هي الفيلات يبقى in spain many people live in villas with big swimming pools اما الاسكيموز live in igloos igloos ده بيت مبني من الايه من الجليد igloos are made of huge blocks of ice من أحجار كبيرة من التلج نقرأ بقى على فكرة في الامتحان المفروض المدرس يقرأه على الأقل خالص ثلاث مرات هنا احنا قرأناه مرة أو السؤال people people live in different types of homes around the world يعني الناس بتعيش في بيوت مختلفة حول العالم طبعا دي ترو إجابة صحيحة many people live in apartment buildings معظم الناس بتعيش في شقة سكنية apartment buildings برضو ترو in Spain في اسبانيا many people live in houses الناس هناك في اسبانيا بيعيشوا في منازل houses طبعا فولس، لانهم بيعيشوا في villas او villas في الفيلا يعني اسكيموز اهل الاسكيمو live in igloos والاجلوس ده مصنوع من الجليد برضو اجابه ترو صحيحه

This topic is very interesting for me because my mom's an architect. So, she sometimes takes me to see some جميله ومدهشه. It's really awesome. هذا شيء عظيم او شيء رائع. نقرا مع بعض بقى الاسئله او سؤال داليدا لايكس داليدا بتحب ايه؟ نقط اباوت ديفرنت ثينجز يبقى داليدا لايكس بلوجينج اباوت ثينجز بلوج ان الجي واحط اي ان جي از اباوت نقط هوم بتحب تكتب اباوت هوم يبقى هومز Dalida's not is an architect طبعا Dalida's mom. مامت داليدة Her mom sometimes take her, sometimes brilliant places. أماكن brilliant رائعة. السؤال بعد أه سؤال اللي بعد كده سؤال read توصيل read and match A with B. What does home What does the home look? أنا عندي اثنين فوقهم أنا مش وعندي سؤالين. What does the home where is the mat? Where is the home؟ يبقى What does the home look like؟ يعني ماذا البيت شكله أو ماذا يشبه؟ يبقى What does the home look like؟ أعمل هنا one. Where is the Angel House? اين يوجد ان يوجد هاوس يبقى انا اللي فيهم على بتستلف فهم حطيتهم مع الدبل اتش كويشن وات وير بلوجينج مينز تو رايت ان انت تكتب بلوج دي معناها ان انت تكتب ايه اباوت سمثينج اون لاين تكتبه على الانترنت يبقى هنا نمبر 3 فاني اند فريندلي الصفات الجميله ديت هل هي بوزيتيف uh, ولا اكتيف يبقى هنا عندي are positive adjectives صفات جميلة أو إيجابية يبقى أكتب هنا فور My friends are كل أصدقائي very friendly ودودون دودو أعمل هنا number 5 بعد كده عندي سؤال القطعة قطعة اللي معايا قطعة كبيرة صحيح بس يعني هنحلها write read the text and answer the questions I am Samir. I am interested in unusual things around the world. One day, يعني أنا اسمي سمير وأنا مهتم بالأشياء غير المعتادة حول العالم. One day في يوم من الأيام I found an unusual house رأيت right بيت غير معتاد in the Netherlands في هولندا أونلاين على الإنترنت. It's upside down كان بيت بالمقلوب. It's actually an old uh, farmhouse. كان هو بالتأكيد كان بيت في منزل بيئي. Which قديم. Which people are changing. الناس uh, غيروا فيه to make it modern. يجعلوا حديث. This works very well. بيعمل جيدا because all the windows are at the top لأن كل الشبابيك في القمة so you get a lot of light لذلك تستطيع أن تحصل على الكثير من الضوء. Local people like it الناس العاديين أو السكان المحليين في هذا المكان كانوا بيحبوا هذا البيت because ات فيتس in very well مترائم معاهم with the local landscape مترائم معاهم في المناظر مثلا الطبيعية يقدروا يشوفوا المناظر الطبيعية which is farms and fields اللي عندهم الحقول والايه والأماكن الزراعية it's also very ecological because هو أيضا مكان يعني محب للبيئة because they use air لأنهم استخدموا الهواء water والماء and sun to heat عشان التدفئة and they make energy وصناعة الطاقة for the house that's so cool هما بيصنعوا الطاقة والتدفئة للمنزل من الشمس والهواء والرياح نحل مع بعض choose the correct answer from A, B, C, or D the general ideas of the text is about local landscape Search online unusual house the Netherlands طبعا الكلام كله عن بيتكلم عن unusual house اللي هو المنزل غير المعتاد the underlying world مودرن كلمة modern ديت معناها ايه؟ means يعني معناها لازم اعرف كلمة means يعني كلمة modern means ايه؟ old قديم ولا نيو حديث ولا يوجل ولا أوفل طبعا new معناها مودرن الاثنين معناهم حديث السؤال اللي بعد كده بيقول لي why is unusual house ecological ليه المنزل ده ecological طبعا هنقول because لأن هم because they لأن هم استخدموا used أو they use باستخدام air الهواء، water الماء، and sun to heat عشان التدفئة and make وصناعة إيه energy الطاقة for the house للمنزل Summarize the first paragraph in one sentence. Summarize يعني لخص paragraph الاولاني في جمله واحده. paragraph الاولاني اللي هو في الصفحه الثانيه اللي بيقول I am Samir I am interested in things, unusual things in usual singles around the world. ممكن نقولها نقول سمير سمير is interested مهتم بيه interested in unusual things around the world around the world مهتم بالأشياء غير الطبيعية حول العالم السؤال بعد كده reorder ترتيب the words to make correct sentences هنبدأ بأي يبقى أي لايك like. بعد لايك like الفعل في ING I like reading وطبعاً reading about أحب القراءة عن about different things different things الأشياء المختلفة اللي بعده What do you think of blogging؟ What do you think of blogging؟ كشامر هنا the upside down the upside down house is in the Netherlands. نقول there up said داون هاوس is in the netherlands اللي هي هولندا فلستوب هنا انفايت ادعو انفايت يور فريندز to give their opinions invite your friends it was the quake. to give their opinions So يقولوا ارائهم the bank the following do you like your new house D capital letter Do you like your new house? Question mark the last. they didn't go to the beach. They capital letter, they didn't go to the beach. في الاخر فرستوب كده احنا خلصنا الدرس الخامس والسادس ناخد بقى اللي هو التيست النهائي على الوحدة السابعة